أصدرت النهاردة الحقيقة مصر بيان مهم جدا عن التطورات في السودان، وكان نصه كالآتي: تتابع مصر عن كثب وببالغ الاهتمام التطورات الجارية والمتسارعة التي يمر بها السودان الشقيق في هذه اللحظة الفارقة من تاريخه الحديث، وتؤكد في هذا الإطار دعم مصر الكامل لخيارات الشعب السوداني الشقيق وإرادته الحرة في صياغة مستقبل بلاده وما سيتوافق حول الشعب السوداني في تلك المرحلة الهامة، وذلك استنادا إلى موقف مصر الثابت بالاحترام الكامل لسيادة السودان وقراره الوطني. كما تعرب مصر عن ثقتها الكاملة في قدرة الشعب السوداني الشقيق وجيشه الوطني الوفي على تجاوز تلك المرحلة الحاسمة وتحدياتها، بما يحقق ما يصبو إليه من أمال وطموحات في سعي نحو الاستقرار والرخاء والتنمية. كما تؤكد مصر عزمها الثابت على الحفاظ على الروابط الراسخة بين شعبي وادي النيل في ظل وحدة المسار والمصير التي تجمع الشعبين الشقيقين، وبما يحقق مصالح الدولتين الشقيقتين. وتدعو مصر المجتمع الدولي إلى دعم خيارات الشعب السوداني وما سيتم التوافق عليه في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة، كما نناشد الدول الشقيقة والصديقة مساندة السودان ومساعدته على تحقيق الانتقال السلمي نحو مستقبل أفضل بما يحقق الطموحات المشروعة لشعبه الكريم. وستظل مصر شعبا وحكومة سندا ودعما للأشقاء في السودان، وصولا إلى تحقيق ما يصبو إليه الشعب السوداني من استقرار ورخاء. ده كان البيان الواضح اللي أصدرته جمهورية مصر العربية ووزارة الخارجية، أصدرته بشكل واضح تعقيبا عن الأحداث اللي حدثت في السودان، والدولة المصرية بتعلن بشكل واضح ومباشر دعمها ومساندتها لحريات ومطالب الشعوب أيا كانت الدولة المصرية. بيانها كان واضح جدا جدا.